شطاره مسمار في ايده سايب علامه خشبه ودمه سل منها ياما في دق الهي صلب وقيامة وهو ده الانجيل ده احلى بشاره حبايبي الحلوين اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات عم بشاره على الهوا. بس المره دي عم بشاره على الحصان. بس شكلك مختلف عن بشاره. بعد كده على الحصان جاي تدي رساله فالموضوع أيوه. واضح فيه رساله. لا بس نوضح لاصحابنا وحبايبنا ان احنا ما زلنا في دير العزب بالفيوم او دير الانبا ابراهام. كل لحظه بنكتشف في الدير أماكن جميلة خالص إلى جانب الأماكن الروحية. أنا فوجئت بحديقة إن حديقة الحيوان دي حاجة جميلة خالص وفيها العديد من الحيوانات، وأنا شوية بحب ركوب الخيل فقلت أركب الحصان وهحكي لكم حدوتة عن الحصان. بس بعد ما أنكل مايكل هيقول لنا معلومة عن الفيوم والسياحة في الفيوم. فعلا يا عم بشاره احنا مادام في الفيوم فاحنا برضه نتعلم عن المكان اللي احنا موجودين فيه، وده اللي بنحاول نتعلمه دايما من على حلقات عم بشاره. بنروح اماكن مختلفه يبقى كده مكان مختلف ده بيدلنا حاجه، بيدلنا قيمه مختلفه طبعا. معلومه جميله. الحقيقه احنا في الفيوم فقدرنا نعرف ونقرا عن الفيوم اكتر، وفي سياحه في الفيوم. سياحه الفيوم اهم مزاراتها هي بحيره قارون، وهي محميه طبيعيه طبعا، و طبعا تستقر في كتير جدا من انواع الطيور المهاجره، عشان كده يعني بنلاقي فيه انواع مختلفه من الطيور وهو مقر كبير ليها. وكمان في حاجه اسمها عين السيلين، وهي عين طبيعيه دايما فيها زي شلالات ميه او ميه كتير، وده برده من المزارات السياحيه الرائعه جدا. عايز اقول كمان ان الفيوم عرفنا عنها ان هي بتشتهر ب حاجات كتير جدا وانتاج حاجات كتير زي الاسماك وكمان الدواجن والفاكهه، خاصه لو قلنا في الفاكهه هنتكلم على المانجا والعنب بشكل خاص جدا. الفيوم مشتهره جدا ومشهوره قوي بالنوعين دول مختلفين. يا عم شلون انت قاعد بترجع لورا؟ لا هي هتجينا لقدام؟ لا هو بيسمعك بتتكلم فبيرجع عشان يسمع يعني جاي لنا تاني. طبعا مش عارف، عايزين نسمع بقى القصه بتاعتك النهارده اللي هتحكيها لنا، تحكي لنا ايه؟ انا بما اني في وسط الحصنه، قبل ما احكي القصه عايز اعرفكم على ان الحصان الجميل اللي انا راكبه ده عرفت من عم مفرح المسؤول عن اسطبل الخيول هنا ان ده هندي. هو هندي بس انا مش هندي. واخد بالك؟ هو فعلا بيستخدم في يمكن الافلام والمسلسلات الهندي، فعشان كده دايما بينتمي للهند. وعندنا هنا حصان عربي اللي هو الحصان الاسمر ده، وجنبه حصان انجليزي. يعني حتى قلت له جود مورنينج قال لي جود مورنينج. بيتكلم انجليزي. مفيش مشكله. طبعا الى جانب دي ده حيوان اللاما. وجودي هنا فكرني بحدوته صغيره قوي بس جميله افتكرتها عن حصان كان ذكي جدا. الحدوته كانت بتحكي عن حصان عندي مزارع من المزارعين بيعتمد عليه اعتماد كل يا مايكل في مشاويره وينقل عليه حاجات ويساعده في الحقل وفي كل حاجه. وفي يوم وهو الحصان لوحده في المزرعه كان في عاصفة وجو حر شديد جدا فعايز يشرب، فراح لبير معتقد ان فيها مية، وكانت البير فاضية تماما ما فيهاش مية خالص. بيوطي قوي كده عشان يشوف فيها مية ولا لا، راح وقع جوه البير مسافة عميقة لجوه، اتعور كتير طبعا واتجرح، وقعد يصرخ ويصهل ويعيط كتير جدا، وصاحبه مش داري بيه لحد ما جه صاحبه المزرعه وبيبص على الحصان ما لقاهوش، يدور شمال يدور يمين مش لاقي الحصان. اخيرا هو معدي من جنب البير سمع صوته جوه البير.
طبعا صعب عليه الحصان ده، عزيز عليه قوي، فبس مش عارف يعمل ايه يا مايكل. اولا الحصان وزنه تقيل جدا، مش عارف يطلعه، وعلى عمق جامد جدا فمش عارف يعمل ايه. فجات له فكره يعني ذكيه شويه، ده صاحب المزرعه، بس في تنفيذها طلع الحصان لا يقل ذكاء عن صاحب المزرعه. قال ايه؟ قال انا هبتدي اجيب تراب ورمل وارمي في البير تراب ورمل. طبعا اصحابنا انتوا كده متهيألكوا ان هو هيموت الحصان، صح؟ صح؟ بيرمي الحصان تحت وبيرمي عليه تراب ورمل. الحصان كان ذكي جدا، اهل القريه ساعدوا الراجل لما فهموا خطته، ابتدوا يجيبوا كل التراب اللي عندهم يرموا على الحصان التراب، يروح الحصان نافض نفسه من الرمل والتراب ويروح طالع برجله على شويه الرمل والتراب، يرموا تاني ينفض نفسه ويطلع يطلع يطلع على التراب اللي بيرموه لحد ما وصل لفوق خالص وقدر ينقذ نفسه وفرح صاحبه وصديقه صاحب المزرعه. حصان ذكي جدا انه يدرك الموضوع ده ويقرا اللي في دماغ صاحبه، وكانت قصه جميله جدا لانقاذ حصان من الموت. الحصان بالمناسبه وافي قوي زي كتير من الحيوانات. دي الحدوته باختصار افتكرتها وانا راكب الحصان الهندي الجميل ده. ايه رايك يا انكل مايكل؟ جميل قوي يا عم بشار، دايما الحكاوي فعلا فيها مغزى. نتعلم ايه من القصه دي يا ولاد؟ مين اتعلم حاجه؟ مين عرف معلومه من القصه دي اللي عم بشار حكاها لنا؟ هو فيها حاجتين يعني لو هم مش عارفين. اولا الوفاء من صاحب المزرعه للحصان، الصداقه الحقيقيه، الصداقه. وبعدين كان ممكن يقول هو كده كده اتعور وممكن اسيبه يموت، ممكن ما ينفعش تاني. فيها ذكاء الحصان، فيها تعاون اهل القريه مع صاحب المزرعه، ان ابتدوا يروحوا ويجيبوا الرمل ويساعدوه في الفكره اللي عملها. فالتعاون ومساعده الاخرين فضيله حلوه قوي، لازم كلنا نتعلمها يا اولاد. حلو قوي يا عم بشاره، اشكرك من اجل كل معلومه بتديها لنا في كل حلقه. والحقيقه النهارده زي ما احنا شايفين مكان مختلف، معلومات مختلفه، والحيوانات دايما بتعلمنا حاجات. دايما كنا في ناس تحب الحيوانات في ناس ما تحبهاش، بس هي الحقيقه ان احنا بنتعلم منها حاجات كتير قوي. طبعا طبعا. طب ابو بشار انا كمان عايز اقول حاجه قبل ما نسيب المكان الحلو ده، ان اللاما اللي ما يعرفش اللاما، اللاما برضو من الحيوانات الغريبه عننا شويه، مش موجوده كتير بكثره بالذات في بلدنا، لكن هي من فصيله الجمال، نقول هي اقرب فصيله ليها الجمل، صح كده يا ابو بشار؟ طبعا، وبيستخدموها في بره في النقل برضو. لا بس ما ترجعيش ولا اكتر من كده، انا عايز ابقى مع اصحابي. لا ما احنا عايزين، يلا يا عم بشار بقى نتحرك، يلا. طب يلا روح وانا هسيبك. مستعد هروح فين؟ يلا باي باي. باي باي. هسيبك هناك بقى عشان نتسابق. خلاص يلا نروح، يلا مسابقه، يلا كل اصحابنا، يلا بسرعه. يلا سلام. استنوا هنا، رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. كلها كام ثانية وراجعين.
معانا حبايبي الحلوين من الفاصل وما زلنا في دير العزب بالفيوم، بنقول لاصحابنا اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم الشهر ده هابي بيرث داي، كل سنه وانتم طيبين. وصلنا للفقره اللي بتحبوها كلكم، فقره النشاط وتشغيل المخ والمعلومات، وانكل مايكل. نسقف كلنا لاصحابنا ونسقف كمان لنفسنا ان احنا النهارده هنلعب ونعمل حاجات كتيره وجميله، ودايما بتعودونا في اصحابنا النهارده اللي موجودين معانا متعودنا دايما ان احنا بنشوف منهم اجمل حاجات، سواء مواهب او بنشوف كمان لعب كده وشويه طاقه ايجابيه جميله، او كمان معلومات هم اللي بيحضرونا بيها، هم اللي بيعلموها لنا اكتر ويفكرونا بيها، معلومات من الكتاب المقدس بنحفظها مع بعض، او كمان معلومات كنسيه من الطقس والعقيده، او معلومات عامه بناخدها في المدرسه بتاعتنا بالزبط. او حتى بنعرفها من خلال قرايتنا في بيوتنا او مع نفسنا. برافو عليكم خالص. النهارده انا مبسوط قوي بكل اصحابنا الموجودين معانا النهارده، احنا لسه في محافظه الفيوم ولسه معانا اطفال جمال، والحقيقه دايما بيمتعوا لنا حلقاتنا، ودايما متعودين نشرح لكم بسرعه اللعبه بتاعتنا في اول حلقتنا، وهي طبعا لما بنكون في الحلقات المسجله بتاعت عم بشاره بيكون صحابنا الموجودين معانا في اللوكيشن، واللي موجود النهارده في دير الانباء ابرام كل اصحابنا الموجودين قدامنا هم اللي معانا جوه، اسمائهم جوه البلوره بتاعتنا يا عم بشاره، وبنختار منها اسم كل شويه عشان نختار متسابق جديد يقعد معانا على الزرافه الجميله الكرسي اللي جنبنا ده عشان يتسابق كرسي الاعتراف. طبعا بتسابق معاه، اللي هي عندنا طبعا مجموعه اسئله كتير خالص، عندنا 12 مجموعه اسئله وكل مجموعه جواها اسئله كتير، خمس اسئله في كل مجموعه، الرقم المجموعه اللي بيختارها لنا المتسابق بتاعنا هي المجموعه اللي فعلا بنختارها وندخل جواها نسال اسئلتها نتعمق فيها ونعرفها ونجاوبها، ولو جاوبناها كلها صح يبقى خلصنا مجموعتنا ونختمها بهديه جميله عم بشاره بيكون محضرها لنا. يلا نرحب بصحابنا مره تانية، ويلا يا عم بشاره نختار اول متسابق يلعب معانا النهارده ونشوف. طيب نقلب نقلب السكر، نقلب السكر، كل دول سكر، وناخد سكرايه مع السلايه. مريم ماجد. مريم، مريم اول مريم تعالى معانا. اهلا يا مريم، ازيك؟ ما تيجي نسقف لمريم قوي قوي، نسقف لها ونشجعها قوي قوي صاحبتنا مريم. اقعدي يا مريم اقعدي. بصي هنتكلم كل كلامنا في المايك، نعدل نفسنا للكاميرا كده، وتعرفينا بنفسك بقى، سنك وفي سنه كام و... ويعني انا في سنه رابعه. سنك كام سنه؟ 10. 10 يا رب يبقى عندك 100 سنه. عندك معلومات حلوه ناويه تكسبي؟ انا معايا هدايا اهي، بس بياخدها الكسبانين. يلا خدي مجموعه من انكل مايكل ويا رب تكسبي معانا. طبعا زي ما شايفين مريم رقيقه وجميله جدا وبس مبتسمه، وان شاء الله تكسب معانا، صح يا مريم؟ واثقه قوي من نفسك، انت من محافظه الفيوم صح؟ انت من هنا من الفيوم. هنتكلم في المايك. حلو خالص، يلا يا مريم ندخل مع بعض في الاسئله بتاعتنا. زي ما قلنا احنا عندنا كام مجموعه اسئله؟ كام؟ 12 مجموعه اسئله، 12 كوره كبيره، كل كوره جواها مجموعه اسئله زي ما احنا عارفين. يلا اختاري لي رقم من 1 لغايه 12 بصوت عالي في المايك. رقم 5. رقم 5 اختارته لنا مريم النهارده، رقم 5، وهي المجموعه اللي هندخل جواها نشوف اسئلتها اخبارها ايه. اول سؤال مين بيساله لنا؟ احنا متعودين اول سؤال بتساله لنا ال السمكة. السمكة بصوت عالي. سمكة. سمكة، يلا نشوف السمكة تسأل مريم تقول لها ايه. ارتبطت قصته بالحمامة، مين هو؟ إسحاق؟ نوح؟ لوط؟ والوقت ابتدى. شخص فيه في قصته كده حمامة، أو ارتبطت قصته بالحمامة، كان إسحاق ولا نوح ولا لوط؟ إسحاق ولا نوح ولا لوط؟ نفكر بالراحة خالص، معانا 30 ثانية صح يا مبشرة؟ 30 ثانية، وقت طويل نفكر فيه. حمامة، في قصته كان في حمامة، كان مين؟ كان إسحاق ولا كان نوح ولا كان لوط؟ نوح. نوح كده؟ متأكدة من نوح؟ ونوح إجابة مظبوطة، تعالى نسقف جامد جدا طبعا يا مريم. برافو عليك يا مريم شاطرة. مش عايزين نستعجل، متأكد ان انت جاوبت الاجابه المظبوطه طبعا. نوح لان ارتبط بقصته بالحمامه اللي كان بيطيرها كل شويه في الاخر عشان يتاكد ان الارض جفت ولا لسه، عشان يتاكد يقدر دلوقتي ينزل من الفلك ويعيش حياه طبيعيه، ولا لسه الميه ماليه الارض ولازم يقعد في الفلك وقت اطول، صح يا مريم؟ مظبوط اجابتك. يلا نشوف سؤالنا رقم 2 اللي بيساله لنا برضه صاحبنا الجميل قوي صغير وبياكل جزر، اسمه ايه ده؟ صغير قوي كده ولونه ابيض، اسمه الأرنب. الأرنب، برافو عليك. يلا نشوف الأرنب سؤاله التاني ليك يا مريم. حد يعرف يقول لي كلمة دف معناها إيه باللغة القبطية؟ تريانتو ولا مستير ولا كمكم؟
والوقت ابتدى ومريم تعرف معنى كلمة دف باللغة القبطية. عارفة الدف اللي زمان بنعزف بيه في الكنيسة معناه بالقبطي ايه؟ تريانتو ولا مستير ولا كيم كيم؟ كيم كيم. كيم كيم لأنه مش تريانتو صح؟ هو مش تريانتو وأكيد هو مش مستير. المستير هي زي المعلقة اللي الأب الكاهن أو أبونا بنولنا بيها بنولنا الدم بيها مظبوط. يبقى كيم كيم حتى لو ما كناش عارفينها هي إجابة مظبوطة جدا. تعالوا نسأل بيعمل كده لمريم طبعا إجابتها مظبوطة وده معنى كلمة الدف باللغة القبطية. مشكورة برافو عليكي. معناها كان سؤال ممكن يبقى صعب شوية بس أنا متهيألي مريم فكرت فيه كده إن هي مادام مش دي ومش دي يبقى أكيد هي التالتة الإجابة المظبوطة صح؟ برافو يا مريم شاطرة. يلا نشوف سؤالنا رقم ثلاثة. الشقي بتاعنا بنخاف منه الشقي ده اسمه ايه؟ اسمه القرد اللي بيتنطط على الشجر ده صح اسمه القرد؟ اسمه ايه؟ قرد. يلا نشوف اليد يقول لك ايه. تعرف الشجرة اللي وقف عليها زكى العشار بشجرة ايه؟ التينة ولا الجميزة ولا التوتة؟ والوقت ابتدى. الشجرة اللي وقف فوقيها زكى العشار، زكى العشار كان قصير صح؟ طلع فوق شجرة، الشجرة دي معروفة بإيه؟ بشجرة التينة ولا شجرة الجميزة ولا شجرة التوتة؟ التوتة. كان اسمها التوتة، كانت شجرة ضخمة جدا، معروفة إن هي شجرة طويلة عشان أول حاجة تبقى قوية نقدر يقدر يطلع عليها وفي نفس الوقت تبقى طويلة عشان يعرف يشوف من فوقيها، كانت شجرة إيه؟ اسمها إيه؟ شجرة التينة ولا شجرة الجميزة ولا شجرة التوتة؟ الجميزة. الجميزة صح؟ إجابة مظبوطة. تعالوا نسأل جامد قوي طبعا مريم مظبوطة صح. برافو عليك يا مريم شاطرة. شجرة الجميزة دايما كده عارفينها حتى اللي مش عارفها يرجع تاني بس تزكى أكيد هيفتكرها وهيعرفها إن هي شجرة اسمها شجرة الجميزة. يلا نشوف سؤال الرابع. طويلة قوي اللي بتسأل السؤال دي اسمها إيه؟ زرافة. زرافة. يلا نشوف نسمع الزرافة هتقول لمريم إيه؟ يعتبر أكتر حيوان بيسمع كويس يبقى هو مين؟ الجمل ولا الديب ولا القطة؟ والوقت ابتدى. حيوان معروف إن هو بيسمع كويس قوي هو الجمل ولا الذئب ولا القطة؟ نفكر معنا 30 ثانية. الجمل هو اللي بيسمع كويس قوي ولا ممكن يكون الديب ولا ممكن او الذئب او ولا ممكن تكون القطه؟ القطه. القطه ولا الذئب ولا الجمل؟ هيا مريم متاكده قولي لي اجابه اخيره. عندنا قطه وذئب وجمل. اخر اجابه هي بصوت عالي في المايك. القطه. القطه متاكده؟ مريم قالت لي القطه أكتر حيوان بيسمع كويس في الثلاثة دول، بيسمع بثقب كده أو بيسمع سمعه كويس قوي. هو مش الجمل أنا بيتهيألي إن إحنا متفقين أكيد مش الجمل، لكن الذئب والقطة دايماً ممكن نفكر فيهم صح؟ هو للأسف الذئب مش القطة، الذئب هو حيوان بيسمع كويس قوي. سمعه حاد جداً. هارد لك يا مريم الإجابة للأسف مش مظبوطة لأن إحنا قلنا إن الذئب هو يمكن اللي سمعه أقوى شوية من القطة. معلش أنا عايزكم تشجعوها خالص يا مريم جامد قوي يا شاطرة خالص. معلش دايما بيحصل لخبطة كده أو في إجابات بتبقى قريبة من بعض شوية ممكن تلخبط صحابنا لكن في الآخر إحنا بنتعلم مع بعض نعرف معلومات جديدة ونفكر بعض كمان بالمعلومات لو في حاجة واقعة. لغاية دلوقتي ما حدش كسب فتيجي ناخد بريك من اللعب كده عشان نكسر الحظ ده ومثلا ممكن نلعب أو نشوف موهبة. عندنا مواهب. تعال نشوف موهبة عم بشار. عايز اعرف نشوف النهارده موهبة. حضرنا لنا ايه اصحابنا الجمال النهارده عندنا موهبة واحدة بس ولد جامد يعني. مين بقى؟ بيعزف ألحان معانا أو بيقول ألحان معانا ماثيو ألبير. ماثيو تعال شجع ماثيو جامد قوي. يلا ماثيو تعالى بسرعة اقعد مع عم بشارة. تعالى اقعد جنبنا هنا وعرفنا عرفنا بنفسك يا ماثيو. ازيك يا ماثيو؟ خلينا انا ماسك لك. عندك كام سنة؟ عندي 10. من زمان بتقول ألحان؟ انت شماس طبعا. هاي خالص. طب هتسمعنا ايه النهاردة؟ زوكسولوجية عيد القيامة. طيب يلا نسمع ماسيو. حينئذ امتلا فمنا فرحا ولساننا تهليلا لأن ربنا يسوع المسيح
قام من بين الأموات بقوتي أبطال الموت وجعل الحياة دقلانا وهو أيضا الذي مضى إلى الأماكن التي في أسفل الأرض بواب الجحيم رأوه وخافوا فلك طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه سحق الأبواب النحاس وكسر المتاريس الحديد وأخرج مختاري بفرح وتهليل أصعدهم معه إلى العلو إلى مواضع راحته خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته لهم فلهذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نرتل قائلين هللويا 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 يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات هذا الذي ينبغي له المجد مع الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. سقفة كبيرة جدا 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 لماثيو مش ممكن الجمال ده حاجة رائعة جدا صوته جميل ماثيو بشكرك قوي يعني مش عارف ايه ابوسك ولا اعمل ايه برافو عليك ارجع معاك هناك تاني برافو عليك حبيبي انت جميل شاطر خالص انا بنبسط قوي بشارة بالمواهب الجميلة دي تاني مفيش اجمل من كده ان اولادنا فعلا يكونوا عندهم انتماء جميل بيحضروا تسبيحة وبيحفظوا والاصوات كمان المختلفة زي ماثيو كده اللي عندهم الموهبة بس ماثيو تحس انه من صغره قوي هو بيقول الحان وعنده توافق عضلي ما بين انه العزف بالعزف وانه يقول الدف طبعا العزف صوتك حلو جدا مختلف برافو عليك يا ماثيو بشكرك جدا فعلا بسطتنا وفرحتنا انت فعلا موهبه مختلفه حلوه قوي اولادنا الشمامسه الجمال بنشجع كل الاولاد صحابنا طبعا اللي يكونوا بيقفوا شمامسه او يخدموا في الكنيسه وفي القداس او في التسبيحه طبعا لكن حلو لو حد عنده موهبه زي ماثيو كده يكبرها يا جماعه بجد قد ايه بنفرح بيها قد ايه بتبقى جميله تفرحه هو شخصيا تفرح اهل بيته تفرح شعب الكنيسه كله بتهيالي لما حد اما شمسه بيكونوا صوتهم حلو كده الشعب كله بيفرح وكله بيعرف يسبح ويرنم معاهم اكتر بس انا عايز افرح بحد يكسب بقى يلا يا مشاره نكمل مسابقتنا لسه عندنا مسابقات كتير قوي لسه عندنا كمان معلومات كتير عايزين نلعب ونفتكر فيها مع بعض نقلب 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 ونختار مين 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 مريم سامي مريم حلو خالص مريم عالي اتفضلي كان عندنا مريم ودلوقتي عندنا مريم تانية عم بشارة اهلا بيك يا مريم هنتكلم في المايك عرفينا بنفسك بقى وسنك وسنة كام انا عندي 11 سنة ايوه في سنة 5 ايوه ناوي على المكسب ان شاء الله طب بصي كده عينك في عين انكل مايكل وقولي له هكسب يلا قولي له في عينه هكسب هكسب ايوه كده عايزين تحدي ايوه تحديني برافو عليك يا مريم انت بتحدي المجموعه اللي بتختاريها احنا زي ما اتفقنا احنا عندنا مجموعات كتير قوي من الاسئله عندنا كم مجموعه يا مريم عارفه 12 مجموعه اسئله لكن مجموعه رقم 5 نشوفها كده مشطوبه عندنا وهي حد خدها اللي هي مريم اللي قبليك اللي اتسبقت فاحنا عندنا اي مجموعه ممكن نختارها معاد رقم 5 تختاري رقم كام بصوت عالي جدا في المايك 7 حلو قوي اخترنا مجموعه جديده وهي مجموعه رقم 7 اخترتها لنا مريم دلوقتي مجموعه رقم 7 مليانه اسئله فيها كام سؤال يا مريم 5 فيها 5 اسئله برافو عليك انت حافظه اهو مش محتاجين نراجع اول سؤال بتساله لنا الجميله السريعه بتاعه الميه دي اسمها ايه سمكه في اجواء ميه كلها يلا نشوف السمكه اول سؤال لمريم هيكون ايه لك القوه والمجد ونقط والعزه العظمه ولا البركه ولا النعمه والوقت ابتدى وضح لك القوة والمجد ونقط والعزة عارفنا لك القوة والمجد صح والإيه والعزة والعظمة ولا البركة ولا النعمة البركة البركة لك القوة والمجد البركة
والبركة والعزة. يلا نقولها. لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. مانوئيل إلهنا وملكنا. برافو يا مريم. برافو مريم، إجابة صح. برافو طبعا، إجابة مظبوطة. سقف جامد لمريم. لك القوة والمجد والبركة والعزة. طبعا بنقول الإعلام بقولها كتير قوي ومش هننساها، ها؟ صح يا مريم؟ يلا نشوف سؤالنا رقم اتنين. مين بيسأله لنا السؤال التاني الأرنب. الصغير بتاعنا اسمه الأرنب. الأرنب. يلا نشوف نسمع الأرنب سؤاله التاني لمريم يكون ايه. في حياة يوسف ابن يعقوب شخصيات اتعامل معاها، مين من الشخصيات دي اتعامل معاها يوسف ابن يعقوب؟ رئيس الخبازين ولا بوعز ولا يوحنا المعمدان؟ والوقت ابتدى. حياه يوسف بن يعقوب شخصيات تعامل معاها، من من هؤلاء؟ رئيس الخبازين ولا بوعز ولا يوحنا المعمدان؟ رئيس الخبازين. قالت رئيس الخبازين. ما احتاجناش وقت برضو، ها كالعاده. الشيف الكبير رئيس الخبازين. ركز. رئيس الخبازين اتعامل معاه فعلا يوسف. وده موجود فين يا مريم؟ في تكوين 40 من الآية 1-3. فعلا رئيس الخبازين. إجابة مظبوط. تعال سقف جامد. برافو مريم. برافو عليكي، شاطرة. شوفي لما بصيت في تحدي جميل مريم بتتحداهولنا. يلا نشوف سؤال رقم 3، تحدي الثالث. السؤال الثالث وهو سؤال شقي بيسألهولنا القرد. يلا نشوف نسمع القرد هيسألهولنا يقولنا ايه. مين اللي قال مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك؟ أليصابات ولا القديسة العذراء مريم ولا سالومي؟ والوقت ابتدى. أليصابات قالت كده، مباركة أنت في النساء مباركة هي ثمرة بطنك. مين اللي قالت كده والمين؟ أليصابات لماما العذراء. إصابات الماما العذراء. يعني عارفة منين لفين؟ يعني الدنيا سهلة البنت قوي. البنت دي شاطرة. إجابتها مظبوطة. تعالى سقف جامد قوي مريم. طبعا شاطرة، برافو عليكي. إصابات تبع طبعا الماما العذراء. ملوقة 1:42 يا مريم، برافو عليكي، بشكرك. دلوقتي وصلنا للسؤال الرابع. احنا ماشيين صاروخ، ماشيين حلو خالص يا مريم، شاطرة. مبسوط قوي بيكي ومبسوط قوي ان انت شاطرة كده وبتجاوبي على كل الأسئلة وبتبقي عارفة وواثقة من الإجابة كمان، مش بتضربي كده إجابة وخلاص، بس انت فعلا عارفة القصة وعارفة كل حاجة في الأحداث. يلا نشوف سؤالنا الرابع الطويل قوي بتسأله لنا الزرافة. يلا نشوف نسمع الزرافة تقول ايه لمريم. مين يعرف ايه هو عمل لويس الرابع عشر؟ طبيب مشهور ولا ملك ولا قاضي؟ والوقت ابتدى. اسم قوي قوي، لويس الرابع عشر. سهل قوي من الاسم كده بتاعه والقوة بتاعته ممكن نعرف هو كان بيشتغل ايه. كان بيشتغل دكتور مشهور طبيب ولا كان بيشتغل ملك ولا كان بيشتغل قاضي؟ لويس الرابع عشر سهل كده، حتى لو مش عارفين المعلومة قوي تهالي ممكن نعرفها من سياق السؤال. ملك او من الاجابات. ملك. عرفتي منين؟ عشان رقم ال 14 بالظبط. اشكرك جدا، برافو عليك. انا بشكرها قوي. تعالى سقفلها جامد قوي طبعا يا مريم، برافو عليك. انا كنت واثق. يعني بص يا مريم ذكيه يا مريم. بالظبط. هي قالت لو قاضي مفيش حاجه اسمها القاضي الرابع عشر، ولو هو طبيب يعني ايه طبيب لويس طبيب الرابع عشر. بالظبط. فاكيد ده ترتيب ملك. برافو. ترتيبه فعلا ان هو يبقى اسمه لويس وليه ترتيب في الملكيه او باسمه حتى، دي حاجه عاده بتبقى عند ترتيب في الحكم. برافو عليك يا مريم، شاطرة خالص. ويلا نوصل لسؤالنا الأخير في مجموعتنا النهاردة وهو سؤال الأسد. شرس جدا، آخر سؤال خبيش. وآخر تحدي لينا مع مريم النهاردة. يا رب تجاوبه صح، بس نسمع ونشوف الأسد هيقول لنا إيه. ده أسد أونطة. في أي يوم من شهر أغسطس بيبدأ صوم القديسة العذراء مريم؟ زائد في أي يوم من شهر نوفمبر بيبدأ صوم من ميلاد المجيد؟ يطلعوا كام؟ 32 ولا 31 ولا 30؟ والوقت ابتدى. يوم العبد العذراء بيبتدي يوم كام اغسطس؟ عارفين؟ كام؟ كام اغسطس؟ 7. حلو خالص. طيب وعندنا صيام الميلاد او صوم الميلاد بنبتدي يوم كام نوفمبر؟ مش فاكره قوي. صح يا مريم؟
تبقى اواخر نوفمبر كده مثلا. يبقى اواخر اواخر نوفمبر فعلا. طيب احنا عندنا 3 اجابات 32 31 30 هم قريبين قوي من بعض الاجابات، عشان كده محتاجين ان احنا نبقى عارفين اليوم تقريبا او اليوم بالظبط. الحقيقه مش تقريبا، لو تقريبا ممكن ما نعرفش نجاوبه صح. احنا هنجمع السبعه بتاعه 7 اغسطس، لكن على رقم كبير من نوفمبر. زود عليه رقم كام نوفمبر؟ الرقم كبير. بدايه صوم الميلاد كام نوفمبر؟ عندنا 32. نختار اجابه من الثلاثه. عندنا 32 31 او 30. 32 31 او 30. ها نختار يا مريم بقى وخلاص نخمن. يمكن لو مش عارفين للاسف مش هنعرف نغششك، محتاجه تقولي رقم ولو طلع صح يبقى حظك حلو. يلا قول لنا 32. قالت لنا 32، وطبعا للاسف يا مريم دي كانت تخمينه للاسف. ليه كده يا مريم؟ فتعالوا نحسب ونشوف ونتاكد. احنا عندنا 7 واثقين فيها، وهي 7 اغسطس 31. اجابه مظبوطه، هو بدايه صوم العذراء، لكن الاجابه الثانيه هي اللي تحكم لنا احنا صح ولا غلط. الاجابه الثانيه بتقول ان صيام الميلاد بيبتدي يوم 25 نوفمبر. 25 زائد 7 32. اجابه مظبوطه كده يا مريم. ليه كده تخسريني هديه؟ مبروك يا حبيبتي، الف مبروك، ونسقف لها مره ثانيه. هنسقف مريم جامد خالص، شاطره. حتى لو خمنت تستخدمها كان مظبوط، هي برضو عارفه ان احنا بدايه صوم الميلاد في اخر نوفمبر، حتى لو ما كانتش واثقه اليوم قوي احنا بنفتكره مع بعض. يوم 25 نوفمبر بدايه صوم الميلاد، 7 اغسطس بدايه صوم القديسه العذراء مريم الحبيبه جدا لقلبنا كلنا. مبروك لمريم. الله يبارك فيك. عندنا ايه دلوقتي؟ لا عندنا بقى، انا فرحت ان في حد كسب. انا فرحت، يبقى نعمل حاجه. انت عارف الفيوم كانت مشهوره بايه زمان؟ مشهوره بيصطادوا فيها بط. فعلا. عارفين موضوع البط ده. فالبط ده بيعتمد على ايه؟ النشان. النشان. عشان واحنا عندنا لعبه النشان. وانا عايز اتنين بقى يتسابوا في لعبه النشان. يبقى نختار اتنين ونشرح اللعبه على مباشره ونبتدي نلعب مع بعض لعبه. نختار اتنين يتسابوا. جميل. يلا ماشي. بينا طاقه ايجابيه كده نطلعها النهارده مع لعبه النشان. النشان معانا سامح ناصر. سامح فين سامح؟ اهلا سامح. سامح جامد قوي، نشجعه. والتاني اللي يلعب مع سامح مين تاني؟ ريمون سامي. فين ريمون؟ برافو. فين ريمون؟ حلو، عندنا ريمون وعندنا يلا سامح. يلا انكل مايكل بقى، انا هديهم السلاح، كل واحد يستلم السلاح بتاعه. يلا كده سامح ياخد الاحمر. انت صح كده يا سامح؟ معاهم بقى انكل مايكل تفهمهم اللعبة. يلا بينا بسرعة. احنا عندنا زي ما انتم شايفين قدامنا سهمين، واحد ناحية اليمين الازرق، سامح ممكن يروح الناحية اللي هناك ويقف على طرف البسين قدام السهم. نفس القصة عند ريمون، يقف عند السهم برضو على السور بتاع البسين كده عشان نبقى عارفين نحدد الاماكن. كل واحد واقف في مكانه. بس طيب. دي بعيدة انكل مايكل ولفة هناك، ممكن نعدلها له؟ ممكن نعدلها سنة. حاضر. وقربها له سنة عشان تبقى زي دي. العدل كويس. بس كده صح كده جدا. تمام. قد بعض. تمام تمام ماشي حلو خالص. احنا عندنا سامح عندنا ليمون، يلا نبتدي بواحد فيهم. طبعا القاعده بتاعتنا ان احنا عندنا البورد مليانه ارقام والسهم بتاعنا اللي بيحدد هو راح لانهي رقم. بنجمع الارقام دي ونشوف مين كسب. الموضوع سهل بالتالي وبسيط، كل الناس عارفاه. يلا مع بعض بسرعه ننشن ونشوف. نبتدي عندك يا انكل مايك. نبتدي من عند ريمون. يلا ماشي. بينا ريمون. عندنا كام سهم؟ 6. تابعوا بقى عشان نشوف هيجيب 5 ولا 6. 2 4 6 6 اسهم كل واحد. يلا نبتدي بريمون. يلا 1. خلي بالك احسن يقع. 2. حلو برافو. خالص ريمون شاطر قوي. 3. برافو ولد. ده كله جوه. معلش علي. معلش بالراحه بالراحه. اوبا بس كده خساره، احنا كنا ماشيين صح. اوبا با با. معلش احنا نشلنا 3 جوه. تعالى نعدهم بسرعه قبل ما نروح نسامح. احنا عندنا واحد في 17 يا عم بشاره. ايوه. واحد في رقم 2 يبقى 19. 19 19 و5 24. 24 يبقى هنا 24 نقطه عند ريمون. ريمون. يلا نشوف سامح ممكن نعمل ايه. يلا عندنا 6 اسهم. يلا ابتدي. جاهز؟ يلا بينا. واحد. هاي بره. لا مش بره. دي بره دي عم بشار. دي جوه. هاي. دي مظبوط. ودي جوه. تمام. عور القطه. حلو خالص، شاطر جدا، دي قويه دي وحلوه. الله 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 يا ولد. حلو خالص. سامح جاب 4 جوه. يلا نحسب يا عم بشار. عندنا 12. تمام. وهنزود عليهم 3 يبقى كام؟ يبقى 15. 15 و2
17 17 و13 واو يبقى 30 30 قدام 24 سامح كسب معانا برافو عليك يا سامح شاطر خالص يلا هات هدية بسرعة ويفوز سامح ألف مبروك نشجعه تاني اتفضل حلوة لعبة النشان دي نفسي اتسابق معاك فيها مايك أكيد هنلعبها مع بعض مرة تعرف ده أنا كنت بصطاد الدبانة وهي طايرة في الجو كده الدبانة صعبة جدا تصطاد الدبانة طبعا وبالنبلة ومن الرياضات الرائعة وبالنبلة أو ممكن بالمضرب يعني طبعا في ألعاب مختلفة في الموضوع حلو قوي أنا مبسوط قوي بالنشان طبعا صحابنا جمال وزي ما أنت قلت يمكن الرياضة دي موجودة في محافظة الفيوم الصيف فهم شطار هم الاثنين جابوا أرقام حلوة في البورد بتاعتنا بتاعت النشان لكن طبعا الأكتر هو اللي كسب معانا 30 نقطة كان سامح طيب بنشكرهم هما الاثنين بس لسه عندنا حاجات كتير عايزين نعملها في حلقتنا النهارده عندنا مسابقات تاني يلا بينا يلا بينا وين اختار اللي هيتسابق معانا ومعانا معانا بريتي إيهاب بريتي يلا مساء جامد قوي بريتي شجعها برافو عليكي اهلا يا بريتي ازيك تمام عندي كام سنة يا حبيبتي 11 في سنة كام في المدرسة 6 هايل خالص شهادة ها لا السنة الجاية طالعة 6؟ لا السنة الجاية رايحة أولى إعدادي طيب يعني خرجتي من شهادة ما أنا بقول كده إيه اللي لأ بقى؟ لا لا نركز بقى تيجي نعمل زي مريم؟ ماشي بص في عينيه قولي له هكسب هكسب يا عم يا عم يلا أنا عايز كل الناس يبقوا حماسيين كده وعندهم فعلا نفس التحدي الجميل بتاع مريم وكسبت معانا يلا بريتي الحقيقة هي بريتي فعلا واسم على مسمى زي ما بيقولوا هي أمورة وجميلة يلا يا بريتي عندنا مسابقة جميلة وطويلة عارفينها؟ عارفين قواعدها عندنا 12 مجموعة أسئلة ومجموعات كلها عبارة عن أسئلة كتير في كل مجموعة منهم 5 أسئلة لكن في مجموعات اتاخدت زي المجموعة رقم 5 ومجموعة رقم 7 ودول اللي أصحابنا خدوهم قبل كبريتي فإحنا عندنا أي مجموعة نختارها ما عدا 5 و7 تختاري رقم كام؟ 9 دي محضرة بقى عارفة هي تطلع تختار إيه يا مشور حلو بريتي اختارت لي مجموعة رقم 9 ولسه ما حدش كان اختارها المجموعة دي لسه فاضية وأسئلتها كتير وكلنا عارفين إن أول سؤال بيتسأل في المجموعة بتسأله لنا السمكة السريعة الصغنونة يلا نشوف السمكة أول سؤال بريتي هيكون إيه يا رب نفسي يهديني إلى سبل نقط من أجل اسمه البر ولا الراحة ولا المعرفة والوقت ابتدى البر آية موجودة في مزامير مزمور 23 آية 3 يقول يا رد نفسي يهديني إلى سبل نقط من أجل اسمه البر البر يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إجابتك مظبوطة طبعا تعالوا في أول أول بريتي خالص أيوة كده البداية الجميلة المليانة طاقة إيجابية دي بتاعها خالص برافو يا بريتي شاطرة ده تحدي بقى يعني لا حلو خالص جميل يا بيتي يلا نشوف السؤال الثاني اساله لنا الجميل الصغير بتاعنا بنحبه قوي ده اسمه ايه الارنب اسمه الارنب يلا نشوف ونسمع الارنب لبريتي هيكون السؤال ايه مين هو القديس اللي بنسميه القوي في التوبه يا ترى القديس استفانوس ولا القديس موسى الاسود ولا القديس مرقريوس والوقت ابتدى القديس موسى الاسود توبته كانت قويه مختلفه جدا التوبه بتاعته يتقال عنها او يتقال عنه قوي في التوبه استفانوس ولا موسى الاسود ولا مرقريوس قلتي لي موسى الاسود موسى الاسود القوي في التوبه هو قديس موسى الاسود اجابه مظبوطه تعالوا سامع جامد جدا طبعا اجابه صح وهي شاطره خالص برافو عليك لسه ماشيين زي الفل لغايه دلوقتي ولسه في ثقه جميله جدا في اجابات بريتي عشان كده انا مبسوط قوي منها يلا نكمل مع بعض اسئلتنا وسؤالنا الجاي شقي قوي اسمه ايه الشقي بتاعنا ده القرد اسمه القرد تعالوا نسمع ونشوف القرد هيقول لبريتي ايه لمين قال السيد المسيح يا صبية قومي ابنة يايروس ولا المرأة نازفة الدم ولا طبيسة والوقت ابتدى ابنة يايروس قال السيد المسيح للصبية يا صبية قومي موجودة في لوقا 8:54 و55 كانت ابنة يايروس مرة نزفت الدم ولا طبيثة قلتي لي ابنة يايروس هي اللي قالها يا صبية قومي صح؟ صعب بنتلخبط فيها دي نقول طبيثة بس هي إجابة مظبوطة جدا تعالوا نسقف جامد قوي طبعا برافو عليكي شاطرة خالص برافو يا بريتي هتكسب تكسب شاطرة خالص يلا فاضل لنا سؤالين يا بريتي وفاضل تحدي بس
التحدي بيصعب. ها سؤالنا الرابع طويل قوي، اسمها ايه الطويله بتاعتنا دي؟ الزرافه. الزرافه، يلا نشوف نسمع الزرافه هتقولي بريتي. مين هو المريض اللي كان هيموت لكن ربنا شفاه وطول عمره 15 سنه؟ حزقيا الملك ولا خادم الملك ولا سليمان الملك؟ والوقت ابتدى. حزقيا الملك. كان هيموت ربنا شفاه وأطال عمره 15 سنة، إداله 15 سنة جديدة أو زيادة على عمره وموجودة في ملوك الثاني 20. حزقيا الملك. قلت لي حزقيا الملك. متأكدة قوي. إجابة صح. أنا عايز أقفلها جامد قوي. برافو. بنتي برافو عليها وشاطرة طبعا، إجابتك مظبوطة. انا مبسوط منها قوي ان هي حتى يعني مش واثقه قوي بس عايزه يعني عايزه تقول اجابه، وحاسه ان التانيين ابعد شويه من الاجابه الصح، فحاسه ان دي اجابه مظبوطه. انا مبسوط قوي من بريتي وطريقه حتى تفكيرها شاطره وجدعه. يلا نشوف اخر سؤال، اخر تحدي لينا في مجموعتنا النهارده، مجموعه رقم 9، والسؤال الجاي سؤال الاسد. شرس جدا. اخر تحدي لينا زي ما بنقول في مجموعه، بعده ناخد هديه حلوه من عم بشاره لو جاوبناه صح. يلا نركز، يلا نسمع. كم عدد أرجل 24 كرسي؟ 94 رجل ولا 96 رجل ولا 98 رجل؟ والوقت ابتدى. 98 ثانية. نركز ونحسب بالراحة. بنقول كراسي 24 كرسي، يبقى عندهم كام رجل؟ نحسبها ازاي دي؟ ندي وقت ممكن الإجابات نحسب بالراحة خالص. الإجابات عايز الاختيارات. كرسي واحد فيه كام رجل؟ عايز الاختيارات. الاختيارات 94 ولا 96 ولا 98؟ 98. حسبتيها ازاي؟ عملناهم في 2. كرسي فيه كام رجل؟ 4. الكرسي فيه 4 رجل صح؟ يبقى احنا عندنا 24 كرسي، يبقى احنا بنعمل ايه في الموضوع عشان نعرف عندنا كام رجل في ال 24؟ بنعمل ايه؟ مالتيبلاي 4. بنضرب في 4، نضربها في تايمز 4 صح؟ نعمل ايه في 4 بقى؟ 24 تايمز 4. طب ما تيجي نحسب كده 24 تايمز 4 يدينا كام؟ صعبه؟ يعني طب 124 تايمز 2 في 2 دقيقه. هنقول لها الاختيارات وتختار عشوائي وهي وحظها. طب نختار تاني ماشي خلاص. يبقى اجابتنا الاخيره لازم تكون 94 ولا 96 ولا 98؟ الوقت خلص بس 96. اوكي اخر اجابه لبريتي كانت 96. تعالوا نحسب اللي احنا قلناه دلوقتي مع اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا النهارده. احنا قلنا 24 كرسي، وكل كرسي بريتي قالت لنا هو 4 في 4 رجلين، فاحنا عشان نعرف كام رجل في ال 24 بنضرب 24 في 4، و 24 في 4 هيدينا 96. اجابه صح. تعالوا نسحب جامد قوي لبريتي طبعا. اجابه مظبوطه شاطره خالص. كان نفسي نحسبها من غيركم. الف مبروك يا حبيبي. فعلا عرفنا نحسبها. بشكرك يا بريتي في الجزاء قوي لما كانت بتصرف بريتي شاطره خالص. كل اسئلتها كانت شاطره وجدعه جدا وكانت متفوقه فعلا. انا بصراحه يعني ذكائها وشطارتها خلوني احاول اساعدها، لانها بصراحه تستاهل تكسب. جاوبت 4 اسئله بمنتهى السرعه، واحنا عارفين مشكله الجيل ده من اطفالنا انكل مايكل الكالكوليتور والحسابات للاسف. يعني النهارده الجيل ده لو قلت له 4 في 4 بكام هيمسك كالكوليتور؟ دي مشكله. انكل مايكل احنا عندنا كام فائز النهارده؟ احنا عندنا فايزين. اول حاجه انا عايز اقول الحلقه كانت جميله جدا، انا انبسطت جدا. انا شخصيا الحلقه كانت مميزه جدا بالنسبه لي. اصحابنا اللي موجودين معانا في الفيوم بسطونا وفرحونا جدا، سواء بالمواهب بتاعتهم الجميله واللحن اللي سمعناه وكل حاجه الحقيقه انبسطنا بيها، والالعاب والنشان، وكمان الاسئله اللي يمكن كلنا فكرنا ونشطنا معلوماتنا. لكن كسب معانا ولازم نكرمهم في اخر حلقتنا زي كل يوم او زي كل مره، كان معانا فايز مريم وكمان بريتي. ألف مبروك لمريم وبريتي، ومعليش هارد الأكل اللي ما أسعدهمش الحظ، إنما إحنا كنا سعداء جدا بوجودكم كلكم معانا، أو إحنا وجودنا معاكم. حبايبي اللي بتفرجوا علينا في البيت، لسه الفرصة متاحة ليكم علشان تكسبوا.
لو جاوبتوا على سؤال الحدوتة الخاص بحلقة النهاردة، والسؤال بيقول: كيف فهم الحصان خطة المزارع وماذا فعل لكي يخرج من البئر؟ اعرفوا حبايبي الإجابة الصحيحة، ورقة وقلم اكتبوها، ابعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة، وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عم بشارة على الهواء. نفس صندوق البريد أو الإيميل بتاعنا إلى جانب الصفحة اللي عملناها على الفيسبوك. أرجوكم تتفاعلوا معنا وتبعتوا لنا اقتراحاتكم وملحوظاتكم على البرنامج، ابعتوا لنا صوركم بتاريخ ميلادكم علشان نحتفل معاكم ونقول لكم هابي بيرثدي. انا شخصيا سعدت جدا بالحلقات اللي عملتها في دير العزب او دير الانبا ابراهام، واعتقد انت ماكل اتبسطت برضو جدا. انا بشوف ان هي حلقات مميزه جدا، وحتى الاطفال وكل اصحابنا اللي قابلناهم في الوقت ده كانوا جمال وفرحنا كلنا بيهم فعلا. عم بشارة، عم بشارة انا بشكرك قوي، الحلقه فعلا جميله وجميله بالولاد الجمال اللي كانوا معانا النهارده، وعشان كده الوقت الحلو دايما نقول بيعدي بسرعه، بس دلوقتي الوقت الجميل ان احنا نقول لكل اصحابنا اتفرجوا علينا في البيوت، نقول لهم باي باي، باي باي باي. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يومياً بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يومياً بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. رايح فين؟ ماشي استنوني المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشارة. بدري يا عمو بشارة، خليك شوية خليك شوية.